اللي قالوا لي انه لطفي العبدلي تبارك الله عليه في الغناء زاد الغربي بالقديم القديم نعرفش اللي توافقني الكلام ولا العبدلي هاو ملا نادر ما بما انه نادر موجود معنا خلي نادر يعصفنا ونشوفوا لطفي العبدلي شنو باش يسمع شو كيش يغزر مسكيني سخف شغني لكم انت معقل والله يضر عاقل سامحني سامحني في اللحظه هذه بالحق تحب تضيع جمهورك وتحب الناس تمشي تتفرج في قناه اخرى انا نقوم نغني انت ما عادش يتفرج فيه حتى حد شو نقول لك جمهوري يتفاوت من اسبوع الى اخر حسب الضيف ما نعرفش وين تعرف انت تنجم اذا كانت تغني برشا ناس يقولوا بالله خلينا نشوفوا لا لا والله لا اون بلوس كيف هو تبارك الله امبوسيبل من بعد الشيء هذا ما يزميش نعاود نحل فمي بنوته اخرى حتى نشوف الجمهور الصغير اللي لهنا اللي هو محرار معناها لا 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 محرار لا محرار تحبوا تسمعوا لطفي العبدلي ولا لا لا انت والله اعطيه غنيت ميكينغ اوف يغنيها سمعنا مش غنيت ميكينغ لا لا ايش نقول لك تو انت نحب نقول حاجه على نادر علاش انا حبيت يكون موجود وحبيت ساعه تسمع اغنيه كي وتسمع تونسي بالطريقه ذي وبالاحساس هذا يغني والتكنيسيتي اللي عنده ما تكون كانت نجم تكون كان فخور به وفرحان حتى ولو مش عمل ستار اكاديمي معناها لا بروف اللي يوصل فيس على القلب وللعباد مثلا هو وقت بدا من الاول وتعدى وشافوه العباد عندنا ذيك نفس الحكايه لوخت مش متاعنا ويقلد في الغرب نجح في لبنان تاعنا ونور تونس فهمت كيفاش الحكايه كيما الكوارجيه فوالا دونك يحبوا التونسي انهم حاجه جايبتهم جايه من هكا من برا معموله معناها ولا يقولون الاخرين زعما راهو ذايا باهي نحنا باهين وفينا ناس خشان كيف النكايه وبرشا عباد موجوده في برشا بقايا خشان تستنى في فرصتها جوست نسمعوا بعضنا انت قلت فما ناس خشان ونعرفك انت من ناس الخشان قبيله سمعناك في ميكينغ انت راك سمعتني قلت ناس خشان راهو مش سمعني قبيله قلت سمعناك في ميكينغ اوف وقلت زعما زعما ديس فيها كليب ومرايات وكل شيء ونحب نسمعك في اللايف اوكي اي نحب نسمعك في اللايف هاو تو نادر يعمل اكومبانيومون سيدي ساعه نعتذر للجماهير والعباد اللي تتفرج راهي الضربه ذي مش جايه مني من مالي برنامج حبوني نغني تفضل هكا هاو تفضل عشنا باش سمعنا يمشي تانا يمشي له ام كلثوم يحب مغروم بام كلثوم اختم اختم تن نتسلطن معاك كيك انا خاطر لي كونسير نتاعي الكل عملتهم اوكي نعمل ديون بعضنا منهم صاحبي عمل الكونسير وعمل العمليه زاد من بعد ونادر جيرات على فكر كي تقلبها تولي نادر جيتار اي صحيح ايش نبسه مالا اخدم اخدم على روحك كل خبيزة يا عزفت واحد هي تريحة تريحة لطفي العبدلي اليوم مش هاتيك فرص تحيتك لا اليوم معناها مش تنتشر في جرته معناها تلمع هو الصوت كبير اليوم سلقى روحك تغني جيتارتك في المترو واحد الله غالب منين حات صحن حات صحن فهمتيش ولا ولا ارجع ما تفسحش لا سامحني اي اسمع امشي امشي اسبق اسبق امشي له امشي له اسبق تنخلط انا ما نجيب القضيه ما هذه الغنيه كتبتها انا صغير عمري 4 سنين سي سور لو سابل اي سي سور لو سابل اوهي ان أني أوي نه أوه آه عرملة سيهرة بنعو بشهر راذن أو بنعاش الأهل وراذن أهي كلبتين تختي سكيك وترقدي أو أنا جنس كيفر أمد سير أنا السانج أها My pleasure is mine I like too much Tunisia هاي ارحي امشي معايا تغني غني sur le sable les yeux dans l'eau عينيكي في الماء mon rêve était trop beau حلمة كبيرة وخي امشي et qui s'achève tu partiras تبعدي تي partiras à 100 millions de moi à 100 millions de moi pour mon billet ton sourire et tellement de souvenirs اوكي ما نحكيش على الصغري كيفاش تعدى اوكي ما نحكيش على برشا فقر وبرشا فدا اوكي ما نحكيش على كبر في الحب اوكي ما نحكيش على حب بنية وحلم اوكي ما نحكيش على الدنيا اللي عطتني كفوف اوكي ما نحكيش صنعت مني الظروف صنعت مني في عينين برشا ناس كلوشار اوكي ما نحكيش على اليوم كيفاش ردوني ستار اوكي ما نحكيش على لطفي العبدلي الارتيست في عينين الناس فرحان اوفون جو سوي تريست
اوكي ما نحكيش، اوكي ما نحكيش على برشا جو برشا قعدات، اوكي ما نحكيش على برشا حب وبرشا بنات، اوكي اوكي ما نحكيش على عيشة وانت فلان، عيشتهم مش عيشتنا، عيشتهم عيشة فلان، اوكي اوكي ما نحكيش على عيشة جات سات، نحنا نعيشو كيما يجي، نحنا يعيشو كيما جات جات. اوكي 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 ما نحكيش على يضوي على البراني، البراني ديما الاول والتونسي ديما الثاني، اما انا نحب نقول التونسي ديما الاول والبراني ديما الثاني. يا ثانك يو فيري ماتش. اهي بدك باهي كمان مان. يعطيك الصحة. معناها من اليوم تنجم تعمل كارير ميوزيكال مش نورمال انت. كارير تاع حجر نعمل مش يعطيك الصحة يعطيك الصحة. امبروفيزي تسلتينا ربي يخليك سي جونتي. انت نحس اللي جينيروزيتي نتاع فنان كيف نكاية يعرفني نفدلك وخاتيني حتى ولات الحكاية بالحق. هذوكم اللي نحبهم في الجينيراسيون نتاعي هذيا ميدان تونيزيا. لا صغر منك برشا هذا من غير ما تقول يزي عاد ما تعايرنيش عاد شنو عليك تلصق في روحك ما على الاقل بيناتكم 10 سنين. انا قداش عمري بيناتكم على الاقل 10 سنين وناكد على كلامي. شنو هي 10 سنين براني تو انا اكتشفت فيك تبارك الله ممثل ومغني. معناها يقول لك برشا الناس البيئه اللي تربى فيها الفنان هي اللي تجعل منه فنان. وكنت تحكينا على البيئه اللي تربيت فيها انت. والله اولا انا دعوه شر هي مماتي غزرت قتلي برا يا وليدي راك فرجه زيكم فرجه انا دعوه هذي دعوه عليا هذاك علاش اخترتك في ميدان تونيزيا. والله تصديقا لكلامك برشا ناس يقول ايش عمل ترزون قول لهم هكاك دعوه يقول لي برا راك فرجه خير رسلت لي نخدم في موزيكا وفرجه ما عادش يدور في لي دعا عليك دعا علينا بالحق حكينا تو العائله نفس المامات انت تحب تعرف صراحه مماتي مش كيما مماتو في المسرحيه بالكل نفس الدعوه مش فهمت توا حابه تعرف انا معناها شنية من عائله فنيه ولا نورمال مو خاطر الفنانين ديما يقول لك انا نحب نحكي معناها بصراحة, بصراحه 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 انا ساعه بابا ان جرون بانتر الله يرحمه اي كان يعزف جيتار رسام اي وامي عازفه نتاع بيانو كانت تعرفوا على بعضهم في روسيا في البولشوي في روسيا في البولشوي خاطر خالتي كانت دانسوس كلاسيك فهمتني شو ولا فوالا عائله فنيه كبيره ياسر معناها نحن مثلا تلمو حساسين ندخل فرتات ونقوم نبكي والناس الكل في الدار وذاك علاش نحب ناكد على كلامه هو اللي امه فرمني ابو فرمني ملي جابوه هو عرفوه كيف ما كان هو يحكي هو كلامه هو دعوه شرق قالوا ما عادش نجيبوا صغار عرفت هذا هو اللي يقول لك جابته امه عقرت هذيك هي ولا بالحق والله بالحق جابتني وفهمت واحد اخر كيفي انا كارثه سافا معناها يز باش نحكي شويه باش نحكي شويه انا نعيط له الفرس المرنك تاع ليزانديا عرفت هذيك عرفتها باش تروضها سورسين يعني باش تروضه هو سورسين يلزمك تحصره في كارو على الاقل شهرين ومن بعد باش تركب على الحصان هذيك وتطيحك وتعاود تطيحك وتنجم تمشي معك 10 كيلومتر وتعاود تطيح هذاك علاش علاش وهذا هو يسموه تعرف شنو هو في يعني في المفهوم تاع المسرح لاكتور سوفاج اهو نتشرفوا اسمعني بالنسبه لي انا تحدي انها المسرحيه يعني وصلت وكملت ويعني وكالصراع الجدلي بين الركح وال يعني بين الممثل والمخرج خرج عمل يعني اسمه ميد ان تونيزيا اللي هذا هو يعني تحدي كبير ياسر فهمتني انا على كل حال علاش سالت السؤال هذايا شادلي على خاطر باش نمشيو لفقره هي فقره حنين برشا ناس يبدو عندهم ذكريات حكينا شوي ربما على ذكريات العائله معناها الوالد والوالده ربي يفضلهم لك باش نحكيو شويه على ربما الأنماط الموسيقية اللي تميل لها واللي تحبها ومعنا نادر نستغل فرصة وجوده ومعنا خلي يعاوننا شوية من الأنغام اللي اختارها لطفي العبدلي وربما عنده معاه حكاية نسمعوا نغمهم بعد نقولوا علاش اختار النغم هذا